برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بالكابتن أحمد كشري اللي مشرفنا في البيت الكبير. برحب بيك مرة تانية. عايزين نبدأ بالمباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي، الأهلي والبنك الأهلي. النهاردة لو حضرتك مكان موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، هتقول إيه للعيبة بعد ما المباراة انتهت؟ لا طبعا المباراة لما بتنتهي خلاص، يعني بتكلم مع اللعيبة أقول لهم خلاص المباراة انتهت، نفكر في اللي جاي. واكيد من خلال الاسبوع بنعمل محاضره فيديو للمباراه، ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها، ايه المشاكل اللي خلتنا ما كسبناش المباراه. لكن هكلم مع اللعيبه في اللي جاي، لان خلاص اللي انتهى نتعلم منه الدرس، نشوف اخطائنا ايه. الدرس ايه؟ ملاحظاتك على ماتش اليوم؟ الدرس ان احنا لازم ننهي المباراه بدري، لازم نبقى تركيزنا اعلى شويه كلاعبين مهاجمين بالذات النادي الاهلي. جات لنا النهارده فرص كتيره قوي، النادي الاهلي فرص كتيره اتاحت للاعيبه النادي الاهلي، خاصه في الكره العرضيه. يمكن بدري بنون حاطط اتنين بدماغه، ايمن اشرف، بواليا، يعني جات لنا فرص كان ممكن النادي الاهلي يطلع بنتيجه كبيره. فالتركيز مهم قوي مع الفرق اللي هي بتبقى جايه عامله زون ديفنس زي النهارده فريق البنك الاهلي. كل طموحه انه ياخد بونت من النادي الاهلي. الفرقه دي عشان تفكيها لازم التركيز يبقى عالي في البدايه، ولازم يعني تسعى انك تجيب جون بدري. فده يمكن كثره الاهداف اللي ضاعت وطرت اللعيبه، والمباراه راحت لسكه تانية. رغم ان النادي الاهلي انا شايف عامل اداء كويس في المباراه، كان عنده فرص على المرمى كتير، ولو كان يعني انا شايف من وجهه نظر الهدف اللي جه يعني كان هدف كمان، يعني انا شايف ان هو هدف صحيح. يعني لو في اي حته في العالم هيتحسب، لان لسه بقول لهم كده. طبعا عمر ما في الدوري، في الدوريات الاوروبيه في العالم هدف، يعني ما فيش اي مشكله فيه خالص. المدافع يعني ما طلعش من على الارض بتاع البنك الاهلي واقف، واحنا ايمن اشرف جاي من الحركه وطالع وحط الكوره، ده طبيعي هدف 100%. يعني انا شايف ان هو ما فيهوش يعني اي جدال. لكن احنا عندنا هنا بنشوف ده حط ايده، ده لا ده على خط الجون، وفي الحاجات اللي في 6 ياردة دي صعب ان انت تقولي في فاول مش فاول، خاصه في الحاجات المشتركه، الا لو اللعيب جاي متعمد. لكن ايمن اشرف جاي من الحركه ولعيب واقف ما نطش ولا طلع من على الارض، فبالتالي اللعيب اللي جاي التكوف بتاعه اعلى، فاللعيب التاني تحتيه لازم هو بيحط الكره، طبيعي ان هيسند او ان هيلمس اللاعب، ده طبيعي. ده وضع يعني الكابتن هاني عارف، ومدافع طبيعي كبير ان هو لعب الكره، مش مثلا رقم واحد لعب الكره يعني ما سندش الاول وبعدين لعب. أيوة ده هو طالع وحط الكره، وضع التشريحي طبيعي انك بتطلع بتحط الكره. بس هنتكلم في كل دوت، واكيد في سلبيات، يعني اكيد في سلبيات من خلال التشكيل، من خلال التغييرات هتكلم مع الكابتن احمد فيها.